تفاصيل نربط الاتصال بالخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول. أهلا بكم سيدي، هل أنتم في الاستماع؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بداية سيدي، ما هو سر الامتيازات الممنوحة من طرف الحكومة كل مرة للمتعاملين الاقتصاديين؟ ما ننساوش في البداية الجزائر ما تعرف بين 2015-2020 أزمة كبيرة، وحنا واحد ما يتمناش أبدا تكرير تاع الأزمة 1986. لابد أن نجندوا كل فعاليين اقتصاديين، القطاع الخاص الوطني أجنبي، القطاع العام، المجتمع المدني، الصحفيين. لابد كما قال المجل تاع الجيش تاع جويي وأوت 2015، لابد نروحوا الجبهة الوطنية الداخلة متينة بدون استثناء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد يكون عندنا الرؤية في السياسية الاقتصادية والاجتماعية. أجراءات اللي دارت تاع الشيك تاع يعني تحفيز الضرائب يكون عنده تعطير في المدة القصير بدون نظرة استراتيجية، كاش يا ترى نفوتوا من اقتصاد مبني على الريع إلى اقتصاد خارج المحروقات يتمشى مع التحولات الاقتصاد العالمي والحالي مع الدخول تاع السوناتراك. خاطر ما نساوش الدخول تاع السوناتراك في القانون المالي التكميلي 2015. الحكومة كانت تتمنى 34 مليار دولار، ولكن كانت محسوبة على 60 دولار إلى 40 دولار. الحساب يعني درت تكلمت من بعض مرات في التلفزة النهار، دخول تاع السوناتراك يكون 23 مليار دولار، والربح الصافي خاطر تنحي الكلفة تاع السوناتراك يكون أقل من 16 مليار دولار. نظن إلا كان تحفيز تاع الضرائب، ما نساوش الآن الإحصائيات الحكومية تقول لك 83% تاع النشاط الاقتصادي مبني على التجارة والخدمة الصغيرة. القطاع الصناعي يوزن أقل من 5% من الإنتاج الإجمالي الخام. من هذيك ال 5% 95% المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تبقاش يعني تتمشى مع تحولات الاقتصاد العالمي بالكلفة والنوعية. إلى حفظوا الضرائب لابد يكون عقد بين الدولة وهذاك المؤسسات باش يرفع الإنتاج، ماشي يعني نحفظ له الضرائب وما يكونش يعني تعطير سلبي على الاقتصاد الوطني. نظن كل هذه الإجراءات لابد تتمشى مع رؤية سياسية اقتصادية في المدة متوسط وطويل. هذا المادة تقنيا، ونظن نشاطر بعد صديقي فات في النهار هذه 4 ساعة قال يعني كما في المثل الدخول تاع راس المال تاع السوق الموازي للسوق الحقيقي. انا درت نقاش هذه السيمانه في الاذاعه الوطنيه الجزائريه وكل الخبراء قالوا يعني طيب. سيدي سيد عبد الرحمن، خفيف سيد عبد الرحمن، رجال المال والاعمال ثمنوا وحبذوا هذه الامتيازات الضريبية، بينما رجال السياسة وصفوه بأنه في خدمة مصالح هؤلاء. ما قولكم في هذا؟ لا، أنا أنظن المستقبل لابد نشجعوا القطاع الخاص ليساهم في الطلوة الدائمة للبلاد. هذه بدون شك، هذه يعني توجيهات تاع السيد رئيس الجمهورية في المجلس الوزراء الأخير. ولكن خص يعني يكون عقد بين الدوله وهذيك المؤسسه الخاصه، ماشي يعني المؤسسه خاصة تتفاد من هذا التحفيز الضرائب وما تساهمش في الانتاج والانتاجيه. نظن كما قلت سابقا، نقول اكثر من 90% تاع المؤسسات الخاصه ما تقدش الان تتمشى مع التحولات الاقتصاد العالمي. ربما نخلقوا المؤسسات جديده كما قال هذا التقرير باش نحفظوا الضرائب، ولكن هذه المؤسسه اللي نخلقوا لابد تتمشى بالنوعيه والكلفه مع تحولات الاقتصاد العالمي. نظن واحد ما يكونش عنده النظره السلبيه، نظن هذه اجراءات تقنيه، ونكرر ونظن كل خبراء موافقين، بدون استراتيجيه واضحه طيب. هذا إجراء تقنية يكون عنده تعبير
ايجابي ربما في المده القصير، ولكن ما يكونش عنده تاثير ايجابي في المده المتوسطه وطويله. وصلت الفكره، شكرا لك. الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك مجددا. بارك الله فيكم.